هاي تينا. هاي. نحن اليوم شو بدنا نحضر؟ اليوم حنحضر الستيك مع المشروم صوص. سو هنعمل شيء كثير بشهي وشوي يعني اتقل من الطبخات السابقة. اوكي، بتصور الكل بحب ستيك مع صوص مشروم. مشروم صوص شو سينتيا؟ اكيد بحب. بتفضلي مشروم صوص ولا بيبر صوص؟ بحب المشروم والبيبر صوص، الاثنين بحبهم مع دمشق. فينا نخلطهم مشرومز، فينا نخلطهم كمان مع بعضهم. اكيد سو حنبلش اليوم مع المكونات. عندنا هون الفوفيليه، عندنا نص كبيت بيض ابيض. اوكي، عندنا كثير طيبين مشاهدينا. عنا هون النوعين من المشرومز، عنا البورتبيلو وعنا الانوكي مشروم. معلي، انا بدي اسالك عن هيدا النوع من المشروم، وين بنلاقيه وشو مميزاته او شو بيميزه عن هيدا المشروم؟ هلا هون المشرومز فعلا نستعمل الباتر مشرومز العاديه، هي ذات العائله تبع البورتبيلو مشرومز. اوكي، فينا نلاقيهم بالسوبر ماركت. عاده بنلاقي البورتبيلو مشرومز والانوكي سمتايمز بيكون عندهم اياها، سو حسب انت بدك تشوفي مع الخضرجي. لانه لازم يكونوا فريش ولونهم ابيض. لازم فريش ولونهم ابيض. اوكي، هون مزرعهم بلبنان؟ لا، هو الانوكي مشروم هي نوع من المشروم الاسيويه. ايش؟ اوكي، سو هون عندنا ثوم مفرومه، عندنا بصل مفرومه ناعمه، عندنا هون خلطه الكزبره والحبق مفرومين، وعنا okay. هون الكريم فريش. وهون عنا الحبق للزينه بعدين. اوكي اوكي، سو حنبلش مع مش كثار المكونات، يعني مبين العمليه مش كثير صعبه. هيني حفرجيكم قد ايه هيني وعن جد كثير طيبه. اوكي okay، يلا. سو حنبلش مع زيت الزيتون. وحنحط البهار الاسود والملح على اللحمه. حنبلش مع اللحمه وبعدين نكمل بزيت المقلية الصوص. اوكي، سو حنزيد الفوفيليه. حنزيد نرش شوية بملح وبهار اسود. ثانك يو. اوكي اوكي، سو هلا حسب نحن كيف بنحب اللحمة عنا ولأي مستوى بنيها، مستوى ويل دان ولا ميديوم. صح، سو حنبلش مع okay. حرارة عالية. بدنا هالصوت بس نحط الستيك بقلب المقلاية. اوكي، سو حنخليها وبدنا نشوف. نحن عادة بيسألوني امتين تخلص، امتين تستوي الستيك، حسب نحن شو بنحب. أنا بفضل لهذا الطبخة ما تكون كثير مستوية، لأن بعدين حنحطها بالفويل وحنخليها ترتاح شوي، سو حتكمل عم بتضل عم تستوي. صح، سو فينا نشوف نحن هلا مثلا بلشت تستوي، تغمق. نحن شو بدنا نعمل هلا؟ بدنا ننشف الستيك، سو ما بدنا نحركها، بديها تنشف للجوسز يضلوا بقلب الستيك. اوكي، هاي الطريقة، أول طريقة كيف نخلي الجوسز بقلب الستيك، وثاني طريقة حفرجيكم اياها بعدين. كمان بدنا نذكر انه النار لازم تكون قوية تحت الستيك اول ما نحطها. اكيد اكيد، للجريل وللمقلاية دائما حرارة عالية للستيك. اوكي اوكي، سو هلا بدي افرجيكم كيف تقصوا المشرومز. سو عندنا هون الانوكي مشرومز، بس بدنا نشيل هالشقفة، هي بتجي بهالشكل هون. عم نشوفها، عم نشوفها، بس بنقص هالشقفة وبنستعملها كلها. اوكي، سو عنا ايه هون، وعنا الانوكي البورتبيلو مشرومز. مثل ما فرجيكم الحلقه الماضيه، المشرومز ما بنغسلهم، بنحط شوية بنمسحهم، مي على الكلينكس على الشقفه وبنمسحهم، وفينا كمان نقشرهم اذا بنحب. اوكي، بس انا بفضل نترك القشره، نترك لونها احلى وتطلع طيبه اكثر وطعمتها بكون فيها نكهه اكثر. اكيد. سو ستيك هلا عم تستوي ومنشوف نحن يعني قد ايه وقت بدها على كل ميله، عاده دقيقتين حسب كمان قد ايه بدنا اياها مستويه. اوكي، وبنشوف قد ايه وقت عم تاخذ. صحيح صح؟ سو اذا اخذت دقيقتين على ميله وحده، دقيقتين على ميله ثانيه وبتخلص. اوكي اوكي، حبيت انه ستيك سينتيا ما كثير نقلب، يعني عاده دغري بنقلبها، هلا لا بدنا نعطيها وقتها وما بنهزها. وما بنهزها، ما بنهزها. صح، سو نتركها هي، بس يعني في اشخاص اوكي حسب الشقفه وقد ايه تخنى،
هل في طريقة نعرف إذا هي بعدها كتير مستوية من جوا؟ يعني أنت أعطينا هيك نصيحة شيف، عادة كيف يعني نعرف إنه ميديوم أم ميديوم ويل؟ حسب كمان سمكة سمكة الستيك. هلا عادة أنا شو بعمل؟ أو بدك تدسيه أو بتشوفي إذا أهين شيء فينا نعمله. أنا مثلا بحبة ميديوم أو رير ميديوم، خلينا نقول ميديوم ويل دون، عادة هيك بحبوها. بس نشوف الدم بعدها عم تطلع من الستيك، بس برمناها ونشوف الدم بعدها عم تطلع من الستيك، يعني هي اتس ميديوم. اوكي. وبالوقت يعني كل ما ينشف زياده الدم كل ما عم تستوي اكثر لنوصل بالاخر انه تصير ويل دون. صح. سو هلا حنقول انه استوت الستيك، لان انا عندي وحده هون بدنا نشيلها وبدنا نحطها بقلب الفويل. اوكي. هلا عم نحطها بقلب الفويل لان هل يعني هون يعني ولا بدنا اوكي بقلب الفويل بنحطها ومنخليها على جنب، بس نحدد الصوص نرجع نستعملها. ليش صوت حتى ما تنشف؟ بتنشف وكل الجوسز يلي المفروض يطلعوا من الستيك يعني بيكونوا اقل هلا. اوكي. بس نريحها، اذا ما ريحناها دغري بالصحن حينزل الدم. اوكي. سو ما بدنا هالشيء. سو هون حنبلش الصوص، حنزيد البصل والثوم. اوكي. والمشرومز. سو حنخلطهم شوي، بعدين حنزيد المشرومز. انا قصيت البصل بشقف كثير صغار فما كثير ياخذوا وقت يستوى. اوكي. اوكي. سو حنزيد المشرومز. حزيد الانوكي مشرومز. شكلهم حلو. يا كثير بيشهوا. وريحه يامي. بنخلطهم سوا وبعدين بس المشرومز يبلشوا يستووا شوي حنزيد المبيد الابيض. المبيد الابيض بيساعد الصوص اول شيء، بتعطي الجوسينس تبع الصوص. تشرب المشرومز نكهه المبيد الابيض لان الالكول بيتبخر. بس بضل النكهه. واهم شيء للستيك للمقلية يعني بتنظف وبتشيل زفرة اللحمة. سو طعمة اللحمة بتضل بقلب الصوص وما بتضل على المقلية. سو حنزيد البيض الأبيض ودغري حتلاحظ حتتبخر. سو ما نخاف نزيد البيض وهن بالوقت بيتبخروا. سو زدنا هون نص كباية ودغري الصوص حيتبخر والمشرومز حيشربوا المبيد. سو بنخليهم على النار. بهالوقت حفرجيكم كيف تقصوا الحبة والستيك. سو هون حنحط الستيك على جنب. وهون عندنا شقفة من الستيك اوريدي شايلين كل الدهنة من قلبها. سو بس بدنا نقصها بترانشات صغار ونحن بننقي اللحمة اللي بدنا اياها. فينا ننقي الفيليه العادية، فينا ننقي الفوفيلي، فينا ننقي لحمة مدهنة إذا بنحب. سو بدنا نقصهم فنرجع نحطهم بالصحن بقلب الصوص. اوكي. سو هون قصيناه هون ونحطهم على جنب. اوكي. اوكي. والحبة أكيد مثل ما فرجيتكم قبل بنحطهم فوق بعض منلفهم. هاي اهين طريقه ومع السكينه. حاستعمل زيت السكينه بس بالبيت نستعمل سكينه ثانيه نفصل اللحمه على القدره ونفرمهم هالشكل. اوكي. بيطلعوا سمول بيسز. سو بنرجع هون للستيك بنزيد هلا مثل ما شفتوا نص المي راح، بنزيد الكريم فريش وزدنا الملح والبهار الاسود على الستيك. سو ما ضروري نزيد الملح. سو بدنا نزيد الكريم فريش نخلطهم. ما فينا نعمل الصوص من دون كريم فريش. انا كثير بحب الكريم فريش بس اذا عم نعمل دايت اكيد شوي. شو فينا نستبدل الكريم فريش اذا عم نعمل؟ فينا نستعمل مثلا الحليب اللايت يعني ما كثير فيها فول فات. وبعدين فينا نزيد عليها الطحينه تنسمكها شوي. طحين. صح طحين.
سو هنزيد هون خلطة البيزل الحبة والكزبرة. والكزبرة ما كترتي، حطيتي شوي، حطيت شوي، وبالآخر حزيدهم للزينة. للزينة. سو بنطبخهم بسمكوا شوي أكتر يعني بعد دقيقتين، وبنحضر البرزنتيشن. قبل ما يدهمنا الوقت تينا، شو حنعمل هلا؟ هنستعمل هسا صحن للبرزنتيشن اليوم. اوكي، نستعمل ثلاثة. اوكي اوكي، سو حناخذ الصوص وحنزيد المشرومز. ديما البرزنتاسيون مع تينا سبيسيال. أهم شيء سبيسيال دايما، عن جد البندورة هيك دايما موجودة لونها وشكلها. وحنزيد الستيك. اوكي، بتفضلي انه نقصها للستيك لحتى تمتص الصوص ولا البرزنتيشن هيك احلى وللشكل بيكون احلى، ونزيد المشروز والصوص البقوي. ومنزيد اخر شيء شوي من الحبق والكزبرة، وبدي ازيد انا الفريش مشرومز قصيتهم هون. مش معقول شو الانوكي مشرومز هول صغار. اوكي، راس المشروم فوق، بس تدعت الكونتراست مع الالوان. وها هي صحتين. بون ابيتي. ميرسي بوكو تينا. ثانك يو. ميرسي بوكو. شكرا لك تينا. مشاهدينا نحن مكملين بتحلى الحياه، ولكن رح ناخذ هلا فاصل اعلان قصير وبنرجع.